بأسفي انطلقت الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكبار، التظاهرة الهامة الموجهة لتسليط الضوء على مؤهلات وإمكانات تنمية هذه السلسلة ذات القيمة المضافة العالية والتي لها تأثير كبير من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تحت شعار استراتيجية الجيل الأخضر آفاق تنمية سلسلة الكبار ودورها في تشغيل المرأة والشباب. هو حدث جد مهم أولا للاطلاع على المستجدات في هذه السلسلة، تبادل الخبرات بين العارضين، وكذلك الدفع بالتعاونيات المنتجة فيما يخص يعني التسويق. سلسلة جد مهمة واعدة على الصعيد يعني الوطني. الدورة الجديدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تندرج في إطار دينامية تنمية وإنعاش سلسلة الكبار وإبراز الهوية الإقليمية لهذه الفلاحة وتقوية مكانتها كمنتوج فلاحي رائد ومتميز بإقليم آسفي وجهة مراكش آسفي. هذا الحدث هو حدث يعني مهيكل للسلسلة والتنظيم كذلك المهني اللي عنده واحد الجانب ديالو جد مهم باش نرفعوا باش من الانتاج ولا من التثمين كذلك، لان في البرنامج العمل عده يعني وحدات ديال التثمين على الصعيد الاقاليم اللي كتنتج وخصوصا في هذا الاقليم ديال اسفي. ويعد الكبار سلسله فلاحيه ذات اثر سوسيو اقتصادي مهم على الصعيد الوطني، حيث يمكن من خلق 4.5 ملايين يوم عمل سنويا، منها 1.5 مليون يوم عمل باقليم اسفي. ومن حيث التثمين يتوفر القطاع على حوالي 36 وحدة لتثمين الكبار، منها 6 وحدات على مستوى إقليم آسفي، بطاقة إنتاجية تعادل 4000 طن في السنة، ويصدر المغرب في المعدل 16000 طن في السنة، منها 7400 طن من إقليم آسفي.